ويجز يدخل خلافا كبيرا مع رابر سوداني. تعدى عليه وسب والده في محادثة عبر السوشيال ميديا، وصفه دافنشي السوداني بالمعزة، وشكك في موهبته الغنائية. خلال الساعات الماضية نشأ خلاف بين ويجز والرابر السوداني دافنشي. كانت بداية الأمر عندما نشر دافنشي عبر ستوري حسابه على إنستغرام منشوراً هاجم فيه ويجز، وشكك في موهبته الفنية وغنائه، وأكد أن صوته يشبه المعزة، ولولا بكاؤه في الأغاني لكان جاي رول النسخة المصرية. وأكد دافنشي أن ويجز يغير منه ويحقد عليه بسبب نجاحه وموهبته. وكشف دافنشي بالدليل عن السبب الذي جعله يرد على ويجز، وقال: لولا إنك شتمت أبوي أنا ما كانت ديت شخصية زيك أي اهتمام، يعني أنت إنسان فتحت باب إنه أهلك يتشتموا. ووصف دافنشي ويجز بالشخص المريض. دافنشي أكد على حبه واحترامه لكل الفنانين المصريين، وأكد أن خلافه مع ويجز فقط ولا يوجد أي مشكلة بينه وبين أي فنان آخر، وقال نصاً: احترامي للرابرز المصريين الذين لم أجد منهم إلا كل خير، ولكل مصري يستحق الاحترام. تعليقات دافنشي أثارت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بين جمهور ومحبي ويجز، خاصة وأنه رغم الانتقادات التي وجهها له دافنشي التزم الصمت تماما. في رأيك هل سيخرج ويجز للرد على الرابر السوداني دافنشي؟